السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في فيديو أوف درس جديد. كنتمنى تكونوا مزيانين ومرتاحين، وكنشكركم جزيل الشكر على التفاعل ديالكم وعلى الدعم ديالكم متواصل للقناة. درس اليوم إن شاء الله سنرى فيه بوكابولاريو دي فين دي لانيو. إن شاء الله غادي نشوفوا أهم الكلمات وأهم الجمل التي سنستعملها في نهاية السنة أو في أعياد الميلاد، وعلى هذا الأساس كنقول لكم عيد ميلاد سعيد. في البداية غادي نشوفوا أهم الجمل وأهم الكلمات اللي غادي نحتاجوا أو اللي غادي نسمعوا في الحياة ديالنا اليومية في هذه الأيام هذه، وفي الأخير سنرى الطريقة التي سنستعمل لتهنئة الأشخاص، كيفاش نقدروا نهنئوا الأشخاص بأعياد الميلاد. لنبدأ على بركة الله. كما قلنا أن بداية سنرى أهم المصطلحات، ونبدأ بأول كلمة نابيداديس. نابيداديس نابيداديس وهي أعياد الميلاد، أعياد الميلاد، أو كنقولوا فقط نابيداد وهو عيد الميلاد. هذه الكلمة سنسمعها كثيرا هذه الأيام، نابيداديس وهي أعياد الميلاد، أعياد الميلاد. أربول دي نابيداد، أربول دي نابيداد، شجرة عيد الميلاد، شجرة عيد الميلاد. أربول دي نابيداد، أربول دي نابيداد وهي شجرة عيد الميلاد، تلك الشجرة اللي كتكون مزوقة بالضوء إلى آخره. لوس ريغالوس، لوس ريغالوس، لوس ريغالوس وهي أو هما الهدايا، الهدايا. لوس ريغالوس وهما الهدايا، والريغالو هي الهدية. لوس ريغالوس فقط الجمع، لوس ريغالوس الهدايا، أو كنقولوا لوس ريغالوس دي نابيداد، لوس ريغالوس دي نابيداد، هدايا عيد الميلاد، هدايا عيد الميلاد. لوس ريغالوس دي نابيداد، حيتاش كاين فرق بين الهدايا اللي كنقدموا للاشخاص العاديه، ولكن كاين واحد التميز في اعياد الميلاد كيكونوا هدايا خاصه. لوس ريغالوس دي نابيداد وهما هدايا عيد الميلاد. بابا نويل، بابا نويل، بابا نويل هو شخص معروف الكل يعرفه، والشخص اللي كيجيب الهدايا للاطفال الصغار كيقولوا له بابا نويل. لوس ريس ماغوس، لوس ريس ماغوس، لوس ريس ماغوس هم ثلاث ملوك او ثلاث حكماء ياتون بالهدايا في للاطفال، وخاصه في السادس من يناير كيسميوهم لوس ريس ماغوس. لذلك الاطفال الصغار في 6 يناير عندهم يوم خاص كيتسناو الهدايا او الهديه ديال لوس ريس ماغوس. لذلك ملي تسمعوا لوس ريس ماغوس هما واحد ثلاثه ديال الاشخاص او ثلاثه ديال الملوك، وكتقول واحد المعلومه على انهم كانوا شي وقت هما اللي جابوا الهدايا او الهديه الخصوص الى اخره. حنا ما ندخلوش في التفاصيل، هنالك معلومات لا نعرفها. المهم هو انكم عندما تسمعون لوس ريس ماغوس هما ديك الملوك الثلاث او الحكماء الثلاث، وكيجيبوا الهديه للاطفال الصغار خاصه في 6 يناير كيعملوا كما يفعل بابا نويل. لا نوتشي بوينا، لا نوتشي بوينا، لا نوتشي بوينا وهو اليوم الذي يسبق ليله عيد الميلاد. لا نوتشي بوينا هو اليوم اما 24 او 25 من هذا الشهر، من شهر ديسمبر. لا نوتشي بوينا كتسمى، علاش؟ هو اليوم الذي يسبق عيد الميلاد. كذلك هنالك لا نوتشي بييخا، لا نوتشي بييخا هي ليله راس السنه، ليله راس السنه كيسميوها لا نوتشي بييخا، وكتكون في 30 ديسمبر، 30 ديسمبر او 30 دجنبر، كتسمى لا نوتشي بييخا، هي ليله راس السنه. اذا شفنا لا نوتشي بوينا قلنا كتجي اما في 24 او 25، وشفنا لا نوتشي بييخا هي ليله راس السنه. حنا ركزنا على هذه الكلمات باش ملي تسمعوهم تفهموا شنو كيتقال
وعلاش كيتقالوا هاد الكلمات نكونوا فاهمينهم. كامباناداس 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 هي ديك الدقات اللي كنسمعوا قبل ما يدخل العام الجديد، ديك 12 ثانية الأخيرة ملي كيبقاو يحسبوا معاها، مثلا كيقولوا 10 9 8 الى اخره، هما كيحسبوا كتكون 12 دقة. هذوك الدقات 12 كيتسموا كامباناداس كامباناداس بالي. اذا هنا غادي نفهموا بزاف ديال الحاجات. كامباناداس ملي تسمع هاد الكلمه عرف انهم هما ديك 12 ثانيه الاخيره باش يدخلنا 2021 او السنه الجديده، هما ديك الدقات 12 الاخيره. دوسي وباس دوسي وباس، اثنتا عشرة حبة من العنب او 12 حبة من العنب. دوسي وباس دوسي وباس كيقولوا هما ان ملي كيبداو ديك الكامباناداس ديك 12 ثانية ديال الوقت اللي كتضرب خصك تاكل 12 حبة ديال العنب. هذه ماشي يعني ماشي ديالنا حنا، ولكن فقط باش تعرفوها نتوما، حيت بحكم انكم تعيشون مع الناس في اسبانيا خصكم تفهموا شي حوايج. كما يقول المثال الشائع، معرفة الاشياء خير من جهلها، معرفة الاشياء خير من جهلها. بحكم اننا كنعيشوا مع واحد الاشخاص في واحد الوسط، ضروري نعرفوا الثقافة ديالهم ونعرفوا اي حاجة كتدور باش دائما نكونوا على اطلاع بما يحدث. ولتهنئة الأشخاص هنالك مجموعة من العبارات، وأهمها واللي هي معروفة كنقولوا فاليث نابيداد فاليث نابيداد فاليث نابيداد، وهو عيد ميلاد سعيد، وهو المصطلح الشائع كنقولوا عيد ميلاد سعيد ملي كتلاقى شي شخص خاصة الإسبان كنقولوا لهم فاليث نابيداد عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد. حنا يعني المسلمين ما كنحتفلوش بهذا العيد، ولكن مزيان بحكم اننا كنعيشوا معاهم خصنا نعرفوا شي حوايج وتحنا نحتفلوا معاهم يعني نشاركوا معاهم هذاك الاحتفال ديالهم، وكنقولوا فاليث نابيداد وهو عيد ميلاد سعيد، او يمكن ان تقول فاليثس فيستاس دي فين دي انيو فاليثس فيستاس دي فين ديانيو. كتقول نهاية سعيدة لعطلة العام، أوكي، أو حفلات سعيدة لنهاية العام. يعني ما ليس هنالك ترجمة دقيقة، فيليثيش هي سعيدة، فيستاس هما الحفلات، ديفين ديانيو نهاية سعيدة لعطلة العام، أوكي، كنقولها هيدا كنقول يعني نهاية سعيدة لعطلة السنة. كذلك يمكن نقوله بروسبيرو أنيو نويبو بروسبيرو أنيو نويبو سنة جديدة سعيدة بروسبيرو أنيو نويبو سنة جديدة سعيدة سنة جديدة سعيدة. هذا مصطلح آخر أو طريقة أخرى للتهنئة. وفي الأخير كتقولوا أوس ديسيو لو ميخور، أو أنا اللي كنقول لكم كنقول لكم أوس ديسيو لو ميخور، كنتمنى لكم الأفضل كنتمنى لكم الأفضل أوس ديسيو لو ميخور، أتمنى لكم الأفضل. وأنا كذلك كنتمنى لكم فاليث نابيداد عيد ميلاد سعيد. وكان هذا آخر مثال. إلى هنا كنكون قد نهيت درس هذا اليوم، واللي خصصناه لكل ما يتعلق بأهم المصطلحات والكلمات اللي غادي نحتاجه في أعياد الميلاد، بحكم أن أعياد الميلاد هي على الأبواب ما بقالاش بزاف. وكيف ما قلت لكم كنتمنى لكم عيد ميلاد سعيد، وانا كنحاول نجيب لكم مواضيع جديده وكنحاول نجيب لكم داك الشيء اللي غادي تحتاجوا بالضبط باش تبقاو ديما على درايه بكل ما يدور من حولكم. هنا غادي تعرفوا اي حاجه كيقولوها انا غادي نكونوا عارفينها، غنعرفوا شنو هي لا نوتشي بييخا وشنو هي لا نوتشي بوينا وشنو هما دوثي اوباس الى اخره. ومن اللي نتلاقاو شي شخص غادي نعرفوا كيفاش نديروا نحييوه ونقولوا له فاليث.